اذا تريد هيك فخلوها يمي. خليها يمي. من ضمن الاشياء اللي احنا بدنا نحاول نشوفها ونرصدها على مواقع التواصل الاجتماعي مواضيع مهمه، وغير هذا مواضيع بها رساله، احنا من نطرح الموضوع عليكم او نعرضه مو بس احنا حابين نعرضه، بالعكس حابين نوصل رساله معينه للجهات المعينه، وبالتالي رساله حتى للمشاهدين. فالموضوع الاول اللي راح ناخذه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، شوفوا اليوم وخاصة العراق، حر العراق لا يطاق، احنا الحر مالتنا من هذا اللي بالصميم وبسبب بالعظم بالضبط. وهسه هاي الفترة شفتوا مو تحبون الصيف؟ احنا نحب الصيف اي، بس يعني انت دا تشوف هاي اليومين عبالك ماكو اكسجين بالجو من الحرارة، درجات الحرارة اللي كلش عالية، وخاصة انه احنا بالفترة الاخيرة قبل يومين محافظة البصرة سجلت اعلى نسبة درجة حرارة بالعراق، يعني بالمحافظات. المهم فبسبب هذه درجات الحرارة مثل ما تعرفون انتو احنا الفئات المجتمع او الناس الموظفة او غيرها او غيرها، اكو ناس عملهم خارج الدوائر او خارج البنايات او المؤسسات او الشركات، يعني عملهم بين قوسين يكون بالشارع العراقي، وبالحر هذا وبدرجات الحراره المرتفعه والعطش، وهذه اصلا جائحه كورونا والقلق، الانسان يبقى بقلق دائما. فرصدنا فيديو هو ما اعرف يعني هو ايجابي سلبي، واحد يظل حاير بهذا الموضوع، وطبعا تم تداوله بشكل مو طبيعي على مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا من الاشخاص اللي اني فعلا انحني لهم بالحب والاحترام والتقدير هم رجال المرور، لانه هو يبقى يتحمل الحر والبرد لساعات كلش طويله بايام كلش هوايه بكل الظروف، سواء كان اكو وباء، اكو حر، اكو مطر، اكو يعني هواي تفاصيل، لانه هاي مسؤوليته وهذا واجبه، وغير هذا انه هو مصدر عيشته، فيتحمل كل تغيرات الطقس وكل تغيرات المناخية، وغير هذا التقلبات اللي تصير بالشارع العراقي. البارحة اللي شفناه انه هو رجل مرور اختار النافورة حتى يتخلص من الحر اللي هو هسه بهاي الفترة ودرجات الحرارة العالية، هو راح وقف جوا النافورة مال مي لانه درجة الحرارة كلش عالية، وظل يراقب السيارات وينطي الإعازات والإشارات تحت النافورة. فخلونا نشوف هذا الفيديو وبعدها نكمل. يعني الله طبعا الله يعينه والله يعين كل رجال المرور والشرطه والدكاتره الكوادر الطبيه كلها، بس يعني ما اعرف يعني اذا هو هذا الموضوع، يعني الله يساعد هذا الموضوع صح او غلط ايجابي او سلبي، يعني ما اعرف. هو شفتي الوقفه مالته، يعني هو يعني من شده الحراره يعني واقف هيك على تم الاستعداد وجوا النافوره ودي اخذ حركه السير بالضبط. يعني طبعا تحياتنا لكل مثل ما قلت كل رجال المرور، والله يساعدهم ويعينهم على الحر هذه الفتره. الموضوع الثاني يمك. هذا الموضوع الاول اللي رصدناه.